الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه العمل، وكل قوم وكل فرقة وكل أمة وكل طائفة لها عقيدة، إما أن تكون عقيدة صحيحة وإما أن تكون عقيدة باطلة. فإذا كانت العقيدة صحيحة ومستقيمة صارت الأعمال كلها صحيحة ومستقيمة، وإذا لأن ما بني على حق فهو حق، وإذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال كلها تكون فاسدة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل. ومن ثم فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم لأممهم أنهم يبدأون بالعقيدة وإصلاحها، فإذا صلحت العقيدة أمروهم بالعبادة وأمروهم بالشرائع التي تنزل عليهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون مع قومهم بإصلاح العقيدة. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويلبثون مع أممهم المدد الطويلة يصلحون العقيدة، ثم إذا صلحت العقيدة أمروهم ببقية الشرائع، لأنهم يبنون الأساس أولا ويعتنون به. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وقد سار على ما سار عليه إخوانه من المرسلين. فأول ما دعا قومه إلى إصلاح العقيدة، فبقي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى إصلاح العقيدة، ينهى عن الشرك ويأمر بالتوحيد. ثم بعد ذلك أمره الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، إلى أن استقام هذا الدين واستتم وصار مبنيا على عقيدة صافية سليمة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وقضى صلى الله عليه وسلم على أوثان المشركين وهدمها وأزالها، وبقي التوحيد الخالص لله عز وجل. ولما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فأول ما أوصاه به
أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي الصلاة والزكاة بعد ذلك، مما يدل على أن الصلاة والزكاة لا ينفعان ولا يصحان مع فساد العقيدة. وسار على ذلك خلفاؤه، وسار على ذلك الأئمة من بعده، كلهم يعتنون بالعقيدة ويصححونها عند الناس ويدعون إلى الله عز وجل على ضوئها. وكل دعوة لا تقوم على إصلاح العقيدة أولا وقبل كل شيء فهي دعوة فاشلة لا تؤدي نتيجة ولا تثمر ثمرة. والعقائد مختلفة، كل له عقيدة يدين بها، وهذه العقائد مبنية على أصول تكون فاسدة وتكون صحيحة. فالمشركون والقبوريون اليوم يبنون عقيدتهم على التقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فمبنى عقيدتهم على التقليد الأعمى وعلى الحكايات وعلى القصص وعلى المنامات والمرائي المنامية، هذا أصول عقيدة القبوريين ومن سبقهم من المشركين، تقليد الأعمى. عقيدة الجهمية مأخوذة عن اليهود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة الحموية وغيرها. وعقيدة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية مأخوذة عن علماء الكلام وعلماء المنطق والجدل من الجوهر والجسم والعرض والعرض وغير ذلك من المقدمات والنتائج الجدلية، هذا مبنى عقيدتهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة، مصادرها كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع المسلمين وما عليه صدر هذه الأمة والسلف الصالح. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على مصادر صحيحة لا يتطرق إليها خلل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة وأئمتها. فالقرآن مملوء ببيان العقيدة والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، مملوء من ذكر أسماء الله وصفاته، مملوء من إثبات الكمال لله، من إثبات صفات الكمال لله ونفي النقائص والعيوب عن الله، هذا كله في القرآن الكريم. وكذلك السنة النبوية مملوءة بما في القرآن الكريم. فعقيدتنا مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات نثبته لله، وما نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا ننفيه عن الله جل وعلا، مخالفين بذلك للمعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات
مخالفين بذلك للممثلة الذين يشبهون الله جل وعلا بخلقه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على حد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وأمثالها من الآيات والسور التي تثبت لله جل وعلا تثبت لله التوحيد وتنفي عنه الشرك، تثبت لله صفات الكمال والجلال وتنفي عن الله النقائص والعيوب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف إما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا في توحيد الربوبية. ويقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية في توحيد الألوهية، توحيد العبادة وإفراد الله جل وعلا في العبادة. أو يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها، وهذه في توحيد الألوهية والعبادة. ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ليعلم الناس هذه العقيدة وليتذكرها ويذكر بها المسلم ويتخذ هذا سنة من بعده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الآيات وهذه السور التي تتضمن التوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العبادة والإلهية، حتى ينطلق المسلم من هذه العقيدة في أموره وعباداته وتصرفاته. فهذا مصدر أو مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة، وتلك مصادر المخالفين لهم. هذه العقيدة مبنية على أصول بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله قال أخبرني عن الإيمان، والإيمان هو التوحيد، قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر أن الإيمان يتكون من ستة أركان: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله،
والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصلها وأساسها الإيمان بالله جل وعلا. فهذه هي العقيدة الصحيحة السليمة المستقيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ويجاهد عليها ويعلمها لأصحابه، العقيدة التي ورثها المسلمون عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وورثوها لمن بعدهم، فهي عقيدتهم التي يعيشون عليها ويتمسكون بها ويدعون إليها ويجاهدون عليها من خالفها، فهي الأساس وهي القاعدة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو الدين وهذه هي العقيدة وهذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتعلم هذه العقيدة وأن يعرفها وأن يعتقدها ويدين لله سبحانه وتعالى بها. فنحن نثبت عقيدتنا على ضوء كتاب الله لا على ضوء الخرافات أو التقليد الأعمى للآباء والجدات والأجداد والجدات، ولا على المنامات والحكايات، ولا على الجدليات والمنطقيات، وإنما نبني عقيدتنا على هذه المصادر العظيمة. نتلقى عقيدتنا من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وما عليه الأئمة، هذه عقيدة المسلمين خلفا عن سلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي يخالف هذه العقيدة هالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: طرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المنهج السليم، الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه هي العقيدة التي تجمع القلوب وتوحد الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه هي العقيدة التي تؤلف بين الناس، تجمع القلوب
وتوحد الأمة. أما من يقول إن العقيدة أو ذكر أو التفريق بين العقائد هذا يفرق الناس، اترك الناس على عقائدهم، لا تتكلموا في العقائد تنفرون الناس، هكذا يقول بعضهم، يريد بذلك أننا لا ندعو إلى الله، وإن دعونا باسم الدعوة فإننا لا نتعرض للعقيدة. يا سبحان الله، كيف تكون دعوة بدون عقيدة؟ لا بد من البداءة بالعقيدة وإصلاح العقيدة، لأن الأمة والإصلاح لا بد أن يكون مبنياً على العقيدة الصحيحة. ما فرق الناس إلا العقائد الباطلة، إلا المذاهب المنحرفة، إلا الآراء الفاسدة، هذا الذي فرق الناس. والتوحيد الصحيح والعقيدة السليمة هي التي تجمع الناس، هي التي جمعت بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت الأعجمي مع العربي، جمعت الأسود مع الأبيض، جمعت الشرقي مع الغربي، جمعت الأمم والشعوب على عقيدة واحدة، هي التي جمعت. فكيف يقال إن العقيدة تفرق؟ العقيدة تجمع، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا تجتمع القلوب ولا تجتمع الأمة إلا بالتوحيد، عقيدة التوحيد، العقيدة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت بين العرب والعجم ولمت الشمل. قال الله سبحانه وتعالى: كما سمعتم في الآيات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بدل أن كانوا أعداء متقاتلين أصبحوا إخوانا متحابين بهذه العقيدة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نترك عقيدتنا تضمحل وتزول وتغطي عليها الأفكار والآراء والمذاهب والنحل الباطلة، لا بد من كشفها ولا بد من بيانها، رضي من رضي وسخط من سخط. نحن لا نبالي، نحن لا نريد جمع الناس على باطل، وإنما نجمعهم على حق. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأي دعوة وأي إصلاح لا ينبني على العقيدة ولا يعالج العقيدة فإنها دعوة فاشلة وإفساد وليس بإصلاح. هذا ما يجب على المسلم أن يعرفه. ومن هنا يتعين على المسلمين أن يعتنوا بكتب العقيدة الصحيحة، أن يعتنوا بها حفظاً وتعلماً وتعليماً ونشراً بين الناس، حتى تحيا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فإذا تناسينا ذلك وأردنا الاجتماع والتآلف على غير العقيدة فإن هذا مجهود ضايع. ولا تجتمع القلوب إلا بالعقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تقول للناس: قال الله كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإنهم يقتنعون. أما إذا قلت: قال فلان كذا وقال فلان كذا، فإن الناس لا يقتنعون ولا يجتمعون، لا يجمعهم إلا قال الله قال رسوله. هكذا يجتمع المسلمون على عقيدة موحدة
صافية، العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها، هي عقيدة التوحيد، هي عقيدة الإسلام، هي الإيمان بالله عز وجل ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا رسولًا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثًا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الثلاث التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: أن نجتمع على كتاب الله، أن نجتمع على كتاب الله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادة الله وحده هي التي تجمع المسلمين وتؤاخي بين قلوبهم، يكون ربهم واحدا ومعبودهم واحدا، فكيف بمن يعبد فلانا وعلانا، يعبد الحسن وهذا يعبد الحسين، وهذا يعبد عبد القادر، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد. قال يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه عقيدتنا، وهذا ديننا، وهذه دعوتنا، وهذه سنة نبينا بعد كتاب ربنا، هذا منهجنا، وهذه سيرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة، وأن يعيدنا وإياكم من شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هناك مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هناك من يزهد في تعلم التوحيد ويرى أن الناس موحدين وفي بلاد التوحيد ولا يحتاجون إلى تعليم ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ أظننا لو سألنا هذا القائل لقلنا له: ما هو التوحيد؟ عرفه لنا. ما استطاع يعرفه. لو قلنا له: كم أركان الإيمان وأركان الإسلام وما هو الإحسان؟ ما استطاع لنا أن يبين ذلك، وهو يقول: أنا على التوحيد. كيف يكون على التوحيد وهو لا يعرف التوحيد؟ لو سألناه: ما هو الشرك وما هي أنواعه وما الذي يخرج من الملة من الذي لا يخرج من الملة وما هو النفاق وما هي أنواعه؟ ما استطاع أن يجيبنا، وهو يقول: نحن موحدون، يعني موحدون بالكلام فقط. فهذا الذي يقول هذه المقالة يجهل التوحيد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهده وتعبه سدى، لأنه أخذ 13 سنة في مكة، 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، وهذا يقول: نحن نعرف التوحيد ولا نحتاج إلى دعوة. نوح عليه السلام كم بقي يدعو إلى التوحيد؟ أليس بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر السورة. وهذا يقول: التوحيد ما له أهمية، يكفي أننا موحدون
أن تعرف التوحيد علشان من أجل أن تقول نحن موحدون. التوحيد ما هو الأمر السهل، التوحيد يحتاج إلى أهمية ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى معرفة. ما يكفي أن تقول أنا موحد وأنت لا تعرف ما هو التوحيد وما هي نواقضه وما هي مبطلات التوحيد. كيف تقول هذا وأنت لا تعرف؟ هل أنت أقوى توحيدا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال في دعائه، قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، خاف على نفسه من الشرك. وهذا القائل يأمن على نفسه من الشرك ويقول أنا موحد، أما يتق الله سبحانه وتعالى؟ فهذا إما جاهل وإما أنه مضلل يريد أن يصرف الناس عن تعلم العقيدة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مصير وحكم عوام الرافضة والصوفية؟ مصيرهم وحكمهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيحاسبهم وهو الذي سيتولى جزاءهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يعذر المسلمين من الغرب بجهل إذا كانت عقيدتهم فاسدة، علما بأنه لا يوجد علماء في الغرب؟ لا يعذر بالجهل من يجد من يعلمه ومن يبين له، والعلماء منتشرون ولله الحمد في الغرب وفي الشرق، ووسائل الإعلام ولله الحمد تبث الدعوة إلى الله وتبين العقيدة الصحيحة وتنهى عن الشرك وعن مفسدات العقيدة، وكذلك في الكتب المنتشرة، فلم يبق عذر، أقام الله الحجة على أهل الأرض، لم يبق لهم عذر إلا من كان منقطعا لا يصل إليه شيء ولا يسمع شيئا ولا يقرأ شيئا، فهذا نادر، والنادر لا حكم له. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: أعتزم القيام بالعمرة، ولكن ماذا أعمل في السعي؟ هل السعي الموجود يقوم الركن فيه أو أنتظر حتى ينتهي القديم؟ الحل هو الكلمة الأخيرة، انتظر حتى ينتهي المشروع ثم بعد ذلك تعتمر إن شاء الله العمرة الصحيحة. نعم. هذا السائل يسأل يقول: ما رأيك في من يقول الفرق القديمة كالخوارج والمعتزلة وغيرها اندثرت وانتهت فلا داعي للحديث عنها وتضيع الوقت في الكلام عنها ويضعف حديث الافتراق؟ هذا كذاب، هذا كذاب. الفرق ما انقرضت، موجودة. المعتزلة موجودون، الجهمية موجودون وينادون بأعلى ألسنتهم، والقبورية موجودة، عباد القبور، كلها الفرق وكلها الضلال موجودون، وكتبهم موجودة وتطبع الآن وتوزع وتنشر، فكيف يقول هذا إنهم لا وجود لهم؟ هذا إما أنه جاهل مركب، وإما أنه مضلل يريد أن يصرف الناس ويدمج الفرق كلها بعضها مع بعض دون تمييز بمن هو على الحق ومن هو على الباطل. هذه دعوة موجودة الآن، يقولون لا تفرقوا بين الناس، يكفي اسم مسلم، يكفي إذا قال أنه مسلم فقط، ولو عبد غير الله ولو ذبح لغير الله ولو ترك الصلاة ترك أوامر الدين، يكفي أنه مسلم فقط يتسمى بالإسلام. هذا مذهب باطل وهدام ولا نلتفت إليه. لا يكفي التسمي بالإسلام، لا بد من تحقيق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ما يكفي اسم الإسلام، لا بد من حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من ترك فرضا من فروض الصلاة كأن يقول اليوم لن أصلي صلاة الفجر ومن ثم يصلي ما بعدها، فهو ترك صلاة الفجر متعمدا، فهل هو كافر؟ نعم، من ترك صلاة متعمدا فهو كافر، يجب عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد. إنما يعذر من كان نائما غلبه النوم أو ناسيا، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يقل من تركها متعمدا فليصلها، من تركها متعمدا يكفر ولو صلاة واحدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح:
من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفواتها هو خروج وقتها، خروج وقتها لم يصلي في الوقت متعمدا. أما إذا كان غير متعمد فهذا يعذر، لكن عليه أن يقضي الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سماحة الوالد الشيخ صالح، أشهد الله على حبكم في الله، يقول: للأسف نشاهد في بعض الصحف بعض الكتاب يهونون من شأن التوحيد والعقيدة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ سمعتم الكلام عن هذا، سمعتم أن هناك دعوة قائمة تهوين من أمر العقيدة والتهوين من عقيدة التوحيد، والدعوة إلى اندماج الناس كلهم سواء، يكفي تحت مظلة كلمة مسلم ولو لم يصلي ولو لم يعمل شيء من أعمال الدين، ولو دعا غير الله ولو ذبح لغير الله ولو استغاث بالموتى والقبور، يكفي إذا قال أنا مسلم. نعم. هذا سائل يسأل يقول: أنا خرج مني أثناء النوم مذي أو مني، فقمت لصلاة الجمعة وأنا لم أعرف أنه قد خرج مني المذي أو المني إلا بعد صلاة العصر، وذلك عندما عثرت على أثر منه، فما العمل الآن يا شيخ؟ من خرج منه شيء وهو نائم هذا احتلام، إذا خرج منه شيء وجد بللا في ثيابه وعلى جسمه بعد الاستيقاظ فهذا احتلام، عليه أن يغتسل للجنابة ويتوضأ ويصلي. أما إذا كان ما درى إلا عقب أو بعد ما صلى العصر، صلى الجمعة وصلى العصر ولا تنبه إلا بعد العصر، هذا يغتسل في الحال ويعيد صلاة الجمعة، يعيدها ظهرا، يصلي الظهر ويصلي العصر قضاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص؟ نعم، كذلك في راتبة المغرب التي بعدها كان يقرأ بهاتين السورتين أحيانا، يعني ما هو دائما لكن في الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما التدرج الذي يتدرجه طالب العلم في تعلمه علم العقيدة والتوحيد؟ هذا إن كان منتظما في الدراسة النظامية في المدارس يقرأ المقررات، مقررات التوحيد والفقه والحديث والتفسير وعلم اللغة العربية، يقرأ المقررات ويفهمها وفيها التوحيد. أما إن كان يقرأ في المساجد على أيدي العلماء فإن المدرس والعالم الذي يقرأ عليه يوجهه إلى الكتاب المناسب له، ويقرأ في المختصرات، يقرأ في الكتب المختصرة والرسائل القصيرة ثم يتدرج منها شيئا فشيئا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم لبس بدلات الرياضية للاعبين الكفار الموجود فيها أساميهم؟ لا تحمل اسم كافر، لا تلبس لباس مكتوب عليه اسم كافر، لأن هذا تعظيم للكافر، أو تلبس لباسا فيه صورة، لا تلبس صورة وتحمل الصورة على ظهرك أو على صدرك، لا تحمل الصورة في ملابسك، ولا تحمل اسم الكافر على ملابسك، بل المسلم إذا كتب اسمه من باب المدح والغلو لا يجوز هذا، فكيف بالكافر؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما رأي فضيلتكم في من لا يعترف بعلماء هذه البلاد وينتقص منهم ويصفهم بما لا ينبغي، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟ علماء هذه البلاد ولله الحمد علماء عقيدة وعلماء دعوة وعلماء حق، فإن كان ينتقد شيئا منهم فليبين ما ينتقده، أما أنه يعاديهم من باب الهوى، من باب الهوى ومن باب أنهم علماء توحيد وعلماء عقيدة، فهذا معاداته لهم دليل على فساد قلبه، لأنه لا يعادي أهل الخير إلا أهل الشر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك بعض الناس يقولون: الدين بالقلب، ولا يحسنون الظاهر، كأن يحلق القزع ويقول: أهم شيء القلب، فما تقول لهم؟ هذا كذب، هذا تناقض، لو كان القلب فيه دين صلح الظاهر، صلاح الظاهر دليل على صلاح القلب، فساد الظاهر دليل على فساد القلب. نحن ما نعلم ما في القلوب، لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نحكم على الظاهر، فالمستقيم
المتبع للسنة المتظاهر بالسنة هذا نحسن به الظن، وأما المستهتر فهذا نسيء به الظن، ولو كان يقول إن قلبي إن فيه إيمان وفيه، هذا عند الله جل وعلا. نحن نحكم على الظواهر، من أظهر لنا الخير قبلناه ومن أظهر لنا الشر تركناه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طفل توفي وهو يبلغ من العمر 11 سنة ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاة، هل يحاسب عن الصلاة وهو لم يبلغ الحلم؟ طفل يبلغ 11 من العمر ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاة. أولا والداه مسؤولان أمام الله سبحانه عن عدم توجيهه وتعليمه، ثانيا هو إذا كان قد بلغ الكلام على البلوغ، إذا كان قد بلغ الحلم وترك الصلاة متعمدا ويرى المسلمين يصلون ويسمع الأذان فهو كافر، أما إذا كان تركها غير متعمد ولا درى أو يعيش في بلد بعيد عن بلاد الإسلام فهذا أمره إلى الله، أمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول: في بلادنا يحاربوننا إذا التزم أحدنا بالسنة كإطلاق اللحية والتشبه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنضطر لحلق اللحى وألا نحدث لنا إضرار وإلا تحدث لنا أضرار شديدة، فما توجيه سماحتكم؟ لا يجوز لكم حلق اللحى لأنه معصية، لكن عليكم بالصبر، اصبروا على ما ينالكم من الأذى، عليكم بالصبر والتمسك بدينكم ولو نالكم ما نالكم من الأذى. نعم. ولا تتنازلوا عن شيء من دينكم من أجل السلامة من الأذى، اصبروا على الأذى وأنتم على أجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يغتر كثير من الناس بالكثرة ويرى أنها دليل على الحق لأن الناس لا يجتمعون على باطل، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا يرده القرآن الكريم، قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة ما تدل على الحق، قد تكون على ضلال، أما إذا كانت على حق اجتمع حق وكثرة طيب، لكن إذا وجد كثرة بدون حق فلا قيمة لها، كما أن القلة لا تضر إذا كانت على حق، فالقليلون إذا كانوا على حق خير من الكثيرين الذين هم على الباطل، فالعبرة بالوجود الحق، ليست العبرة بالكثرة والقلة، العبرة بوجود الحق وعدم وجوده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم العيش والعمل في بلاد الكفار سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت مع أن من أهلها مسلمون؟ الواجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا قدر، وإذا لم يقدر فإنه يتمسك بدينه ويصبر على ما يناله بسبب دينه، يصبر على ذلك إلى أن يأتي الله له بالفرج، لا بد من التمسك بالدين في بلاد الكفار وفي غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الدعوة إلى حوار الحضارات والأديان المختلفة؟ إذا كان القصد منه إظهار ما عند المسلمين من الخير وأن دينهم دين الخير وأنه هو الدين الصحيح وما عداه فهو باطل، من أجل أن يتركوا الكفر ويدخلوا في الإسلام، هذا من باب الدعوة إلى الله. أما إذا كان القصد من ذلك التسوية بين الأديان ودمج الإسلام مع الأديان الكافرة هذا لا يجوز، هذا حوار باطل ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم القبضة؟ إيش القبضة؟ الأخذ بالقبضة. حديث الأخذ بالقبضة، حديث الأخذ من اللحية ما يجوز، الحديث هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا يتعلقون به ما بصحيح، بل ولا حسن، حديث ضعيف لا يحتج به، ولا حديث الصحيحة الصريحة تدل على إعفاء اللحية وعلى إرسالها وإرخائها وتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى، إلا بأنها تنظف وتطيب، وأما أن يقص منها أو يزال منها شيء فهذا لا يجوز. الصبغ بالسواد حرام لا يجوز، الصبغ تغيير الشيب بغير السواد، بالحنة بالكتم بالألوان غير السواد الخالص. نعم. يقول السائل: ما حكم تصوير الأطفال الصغار على فيديو الجوال؟ تصوير لا يجوز في أي وسيلة، لا بالفيديو ولا بغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين،
قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فلا يجوز التصوير إلا عند الضرورة لأجل بطاقة الشخصية أو جواز السفر، فهذه للضرورة يجوز التصوير، ما هو لحب للصورة ولا للتصوير، إنما لأجل الضرورة فقط. أما التصوير للذكريات والتصوير للفن كل هذا حرام ولا يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، تعليق الصور أشد على الجدران، فيه خطورة يؤول إلى الشرك في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نشكر لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حضوره هذه المحاضرة وتفضله بإلقائها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعله أجرا ومثوبة له ولذريته، وصلى الله على نبيه.